حب رشاد يستعمل منقوعها او مسحوقها لمعالجه الزحار. في ناس كتيره جدا كده تلقى فيه عنده غطه وزحار كده، هو ده بيستخدم الاسهال، الاسهال المزمن، الامراض الجلديه، تضخم الطحال. وانا اتكلمت عنه امبارح، قلت السبلينوميجالي هو والصدر، بذور الصدر او ورق الصدر او ورق النبأ، مهم جدا لتضخم الطحال. يصنع كمادة من المسحوق كمسكن لمعالجة ألم البطن. بيستخدموه برضو الكلام ده في الجزيرة العربية، وابتدوا بره في الخارج يستخدموه أز إيه يعني حاجة من الخارج كده، هو يستخدموا منه مراهم كتيرة جدا. نيجي نشوف برضو بعد كده. طيب في كلمة علاج عرق النسا، لسبب لأن هو مسكن للأعصاب، يعني بيخلي العصب في في في, في وجود عرق النسا بيوصل تقريبا 10,000 استغاثة للمخ في الدقيقة الواحدة، والعصب بيورم. هو بيخلي العصب ايه فش، وبيخلي السيجنالز او الاشارات اللي بتوصل للمخ قليلة، فالعصب لما يخف ويخف ورمه بيبقى مهم جدا جدا حب الرشاد في هذا.